مبروك على مسلسل الله يبارك فيك. عارف فين على المسلسل والدور وكواليس المسلسل. دور شيف، شيف صبحي، شاب عنده أحلام ونفسه يحققها. المسلسل عن الطبيخ زي اسمه يعني، بس قصة حب جوه مطعم يعني. ابني على فكرة حضرتك للدور وخصوصا ان دور واحد شيف عملت ايه عشان كان في شيف بيساعدنا واشتغلت إمتش بتاع شهرين. حضرت، كان في شيف بيساعدنا واشتغلنا حوالي شهرين ونزلت مطعم ووقفت يعني حوالي اسبوعين، حوالين شيفات حقيقيين يعني في مطعم وفي المطبخ، وتعلمت كتير يعني. كواليس الدور كواليس لذيذة عشان طبعا كل الممثلين اللي معانا تقال وممثلين كوميديا يعني، فده كان معكوس جدا عندنا في الاوردر في اللوكيشن يعني. عندك الفترة اللي جاية عندي فيلم ان شاء الله مع آية سماحة رومانسي، ومسلسل درامي في رمضان مع الشركة المتحدة ان رامي شاء جدا الله مع طه الدسوقي. شكرا.